بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع وبالتأكيد جاية بعد مباراة الأمس ما بين فاركو والأهلي في الدوري العام. المباراة، النتيجة، الأداء، كل شيء امبارح كان كويس جدا وممتاز بالنسبة لفريق النادي الأهلي، خاصة في هذه المرحلة واحنا مقبلين على مباريات وأجندة مزدحمة سواء محلية أو حتى إفريقية. كل الكلام اللي قلناه امبارح في برنامج الترند كان موجود امبارح في أرضية الملعب في استاد الأسكندرية. قلنا الأهلي بيلعب ممكن يضيع فرص، لكن النهارده مهم جدا بعد خسارة مباراة سان داونز تثبت انك جدير بالعودة بسرعة عشان الماتشات القادمة هتكون أصعب وأقوى وأهم بالنسبة للمرحلة القادمة في النادي الأهلي. وبالتالي كان انتصار برباعية، وما أجمل الرباعيات هذا الموسم مع الأهلي ومع بيتسو موسيماني. يمكن الزمالك تحديدا كان الفريق الذي لم يحظى بهذه النتيجة لأنه خسر بخماسية، لكن أكثر من حوالي 10-11 فريق خسر أمام الأهلي برباعية خلال الفترات الأخيرة، آخرهم فريق فاركو بالأمس. وبالتأكيد إن شاء الله هتكون دفعة معنوية قبل لقاء بيراميدز والمريخ السوداني وأيضا كمان سان داونز يوم السبت بعد القادم. حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل، وكمان هنلقي الضوء على موضوعات مهمة جدا الشارع الرياضي والشارع الأهلاوي تحديدا بيتكلموا عليها من خلال صفحات السوشيال ميديا. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وما إن مباراة امبارح كانت ممتعة في كل شيء، فعايز أعرف رأي حضراتكم في أداء الأهلي في مباراة فاركو والأهلي اللي أقيمت بالأمس على استاد الأسكندرية والأهلي فاز فيها بأربعة أهداف مقابل هدف. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على أداء الأهلي في هذه المباراة الكبيرة اللي كانت بالأمس في استاد الأسكندرية. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد للمريخ غدا، وكمان طاقم تحكيم أنجولي لمباراة الأهلي والمريخ. وفي الترند العالمي، كلوب: عدم التجديد لصلاح كارثة. استعراض مباريات اليوم، النهارده في مباريات بالنسبه للدوري المصري والدوري الايطالي والاسباني وكاس ملك اسبانيا. النهارده في مجموعه من المباريات المهمه جدا، لكن ابدا بالحديث عن الدوري المصري. النهارده الساعه 8 مساء على استاد القاهره الدولي الزمالك بيستضيف فيوتشر، مباراه بالتاكيد مهمه والكل هيكون حريص على متابعتها لمعرفه نتيجه واداء الفرقتين في هذه المباراه. كاس ايطاليا الساعه 10 من مساء اليوم، فيورنتينا بيستضيف يوفنتوس. وفي كأس ملك أسبانيا، فالنسيا الساعة 10:30 من مساء اليوم هيستضيف أتلتيك بلباو. وفي الساعة 10 في الدوري الأسباني، ريال مايوركا هيستضيف ريال سوسيداد. مجموعة من المباريات الممتعة إن شاء الله لكل السادة المتابعين والمشاهدين سواء المهتمين بالشأن المحلي أو حتى المهتمين بالدوريات والكرة الأوروبية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض وأبرز الكواليس والترندات اللي معانا في ترند الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. ترند الترند النهاردة هو العنوان الأبرز لمباراة فاركو والأهلي. امبارح النادي الأهلي الفوز والانتصار مش نتيجة وأداء فقط، لأ ده زي ما يكون العنوان اللي كان امبارح بارز جدا من خلال صفحات السوشيال ميديا، صدارة بجدارة بالفعل. لأن الأهلي امبارح مش تصدر بس الدوري، لأ ده أعلى نسبة أهداف، أعلى نسبة انتصارات في المباريات، أعلى نسبة تهديف على الفرق في مباريات الدوري. أربع أهداف في فاركو، أربع أهداف في المقصة، أربع أهداف في سموحة، أربع أهداف في الإسماعيلي، خمس أهداف في الزمالك. يعني أنتوا بتتكلموا على أرقام قياسية يمكن مميزة جدا للنادي الأهلي هذا الموسم، وواضح كده من بداية الدوري السنة دي إن بيتسو موسيماني مش عايز يكرر اللي حصل في العام الماضي، عايز يثبت للجميع إن التجربة المحلية كانت بالنسبة له انتهت خلاص بيه العام الماضي، والسنة دي خلاص الراجل ابتدى يفهم طبيعة الدوري المصري وما كانش تركيزه فقط على إفريقيا، لا ده أفريقيا مع الدوري المصري، وبالتالي بقى الراجل عنده خبرات محلية بالإضافة إلى خبراته الإفريقية اللي فرقة بشكل كبير جدا مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا خلال آخر سنتين. فالانتصار امبارح مش في الصدارة والجدارة بس زي ما كنت بتكلم، لا ده كمان امبارح بتلعب بطريقة لعب عكس اللي لعبت بيها مباراة سان داونز. وفكره ان البعض يقول لك اللعيبه فرضت نفسها على المدرب والمدرب بيسمع كلام اللعيبه، ده الكلام ده مش في قاموس الكوره على فكره،
دايما العمل ما بين المدرب واللعيبه هو اطار تعاون ما بين المدير الفني والجهاز المعاون واللعيبه اللي معاه، وكل مباراه ليها ظروفها، وكل مباراه بيبقى ليها طريقه لعب وخطه لعب، وحتى كمان امكانيات لعيبه اللي ممكن تستفيد بيها في هذه المباراه. فالاهلي امبارح ب 4 2 3 1 كسب، ولما كان بيلعب ب 3 4 3 كسب الهلال السعودي، وكسب دوري ابطال افريقيا، وكسب مباريات كتير جدا. وفي فرق في الدوري ابتدت تغير طرق اللعب زي ما الاهلي غير طريقه لعبه، ابتدوا يلعبوا بطريقه 3 4 3. لكن امبارح اللي لفت انتباهي بشكل رائع جدا محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه من اللعيبه اللي لا يمكن تستغنى عنه ايا كان طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها. وهو من اللعيبه اللي بيحب دايما بيتواجد في مراكز معينه او اماكن معينه جوه الملعب، وتقدر تاخد منه شغل مش 10 على 10 20 على 10 لما بيلعب في الحته اللي هو بيرتاح فيها وبينتج فيها بشكل رائع، سواء في احراز الاهداف او حتى في صناعه الفرص بالنسبه لكل زمايله. الشيء الرائع بالامس كمان هدف محمد شريف، هدف شريف بيفكرني بعماد متعب. متعب كان دايما كده ليه اهداف مميزه لما كان بيلعب مع الاهلي، سواء في الزمالك او حتى في الاسماعيلي او حتى في بعض المباريات الافريقيه، يستلم وظهره للمرمى ويلف 180 او 360 درجه ويسدد في زاويه صعب على اي حارس يعرف يجيب الكوره، وكانه هو مدي ظهره للمرمى شايف الجون فين. امبارح هدف محمد شريف فكرني بجون متعب بالظبط، ومحمد شريف كان محتاج الجون ده في التوقيت ده، لان محمد شريف السنه دي او تحديدا في بدايه عام 2022 بيواجه سوء يعني حظ بشكل صعب جدا، وكمان عودته من كاس الامم الافريقيه مع كارلوس ساكيروش والتاثره بشكل نفسي بعد عدم مشاركته بشكل جيد واستبداله في احدى المباريات بطريقه محدش كان مقتنع ولا راضي على الشكل اللي خرج بيه، ده كان اثر فيه بشكل كبير. لكن الهدف اللي احرزه امبارح والدفعه المعنويه اللي بيديها له بيتسو موسيماني دي بتثبت ان احنا عندنا مهاجم من الطراز الفريد، بس محتاج يعني الناس تصبر عليه ومحدش ينتقد بشكل كبير عشان نحافظ على الجيل ده لغايه ابعد مدى خلال الفتره الجايه زي الجيل الذهبي اللي كان معانا في فترات سابقه. كمان حسام حسن لقطه امبارح ما كنتش اتمنى ان البعض يحاول يصدرها ويخليها ترند على السوشيال ميديا، لان حسام حسن من اللعيبه الواعده، حسام حسن من المهاجمين المتميزين، حسام حسن من اللعيبه اللي بيتسو موسيماني كان مقتنع بيه جدا وكان فيه سعي ان اللاعب ده لازم يكون موجود في النادي الاهلي السنه دي. بس الفكره انت بتلعب بمحمد شريف وماشي بشكل كويس، فعايز تدي حسام حسن في توقيت كويس جدا عشان ما تحرقش لاعب لسه منضم جديد للنادي الاهلي، ما تستعجلوش على لاعبتكم لسه المشوار طويل. ولو حد خد باله من توقيت تغيير حسام حسن، هو مش تغيير يعني ما فيش ثقه في اللاعب او امكانيات اللاعب، لا. امبارح بيتسو موسيماني اول ما تاكد من احراز الهدف الرابع اللي احرزه حسين الشحات اطمن للمباراه، فنزل حسام حسن عشان يديله مساحه وقت يقدر يلعب بيه، حتى لو خمس دقائق، حتى لو دقيقتين، حتى لو دقيقه، بس هو مش عايز ينزله في توقيت المباراه ممكن تكون متكهربة فيه، يضيع كوره، يضيع جون، فبالتالي الناس ممكن تهاجمه او تنتقده. وكلكم بتشوفوا السوشيال ميديا دلوقتي بقت ردود فعلها ازاي على ضياع فرصه او ضياع لعبه او على تسديده، فبالتالي هو المدير الفني بيحافظ على اللاعب بشكل كبير جدا. حسام ممكن يكون متاثر، لكن في نفس الوقت اتمنى اللقطات اللي زي دي ما تبقاش ترند والناس ما تصدرهاش، وما نحاولش كده نصدر لنفسنا ازمه بدون لازمه يا جماعه. يعني امبارح مثلا انا عندي لقطه الشناوي، صدت الشناوي امبارح الناس كلها ما اتكلمتش عليها، رغم ان امبارح الرياكشن ورد الفعل والاتزان النفسي اللي عند الشناوي امبارح بصدت كره فاركو امبارح، وكانت ممكن تغير في سير المباراه، ممكن تعوض الكره اللي دخلت في مرماه في مباراه سان داونز، لكن الناس دايما مسكت في اللعبه السلبيه والكره دخلت مرمى الشناوي فمسكت في الكوره. طب اللقطه الايجابيه بتاعت امبارح، ندي الراجل حقه امبارح، صد كوره مميزه جدا، ونهتم باللقطات الايجابيه اللي موجوده في الملعب. عموما اجمالا هي مباراه كانت مهمه مش عشان الثلاث نقاط فقط وصداره الدوري، لكن كانت فرصه انك تعمل انتصار عشان تخرج من يعني عنق الزجاجه بعد خساره لقاء سان داونز، لان عندك مباراه المريخ السبت الجاي، عندك مباراه بيراميدز يوم الثلاثاء القادم في الدوري، ثم لقاء سان داونز يوم السبت بعد القادم ان شاء الله. فبالتالي مرحله مهمه جدا، كان لازم ندخل الثلاث مباريات دي واحنا عاملين اداء ونتيجه وتصدر للدوري بعد مباراه فاركو. طيب الجزء الثاني في هذه المباراه وهو جزء لا يتجزا من مباراه الامس، وهو اداء الحكم الدولي الكابتن محمد معروف. كابتن محمد معروف ستايل حكم اوروبي، ستايل جسم رشاقه، لكن في الفنيات لا، في مشاكل فنيه كتير، في مشاكل فنيه محتاج يا اما لجنه الحكام يبقى عندها ناس تقدر تعمل محاضرات للحكام بجد عشان تستفيد من اخطائها،
يا اما اللجنه تستعين بخبير اجنبي يعرف. هي المشاكل مش فنيه بس، لا في مشاكل كمان ممكن تكون مشاكل ذهنيه او مشاكل نفسيه، ضغوط المباراه ممكن تؤثر على الحكم. لان امبارح الماتش كان سهل على فكره، وفكره ان الاهلي او الزمالك لما يلعبوا اي فريق ويجيبوا 3 اهداف في اول ربع ساعه، انا كحكم المباراه اتسهلت بالنسبه لي بنسبه 99%. لكن امبارح انا كنت بحس دايما ان الكابتن محمد معروف ما كانش معروف هو عايز ايه، ما كانش عارف هو عايز ايه، عايز يصعب الماتش على نفسه ولا عايز يكهرب الماتش ولا كان عايز ايه. حتى هو بيصفر في نهايه المباراه الرياكشن حتى والانطباع، دي مباراه كره قدم والمباراه فيها متعه، لازم انت كحكم تستمتع بادائك في المباراه. ليه بيبقى في ضغوط عصبيه ونفسيه عليك بتخليك امبارح تاخد قرارات غير سليمه؟ جزء من القرارات السليمه دي امبارح بيتس موسيماني اضطر بين الشوطين يغير حمدي فتحي ولويس ميكيسوني. امبارح ده خد انذار وده خد انذار بدون اي داعي، يعني حتى لو كره حمدي فتحي فاول لا تستدعي اي انذار. وده مش رايي انا بس، ده راي كل خبراء التحكيم امبارح اللي طلعوا حللوا اداء الكابتن محمد معروف. لويس ميكيسوني نفس الكلام، انا حسيت امبارح زي ما يكون الراجل كان سريع قوي في الكروت، عايز يطرد حد، عايز يطلع انذار لحد. وده ظهر كمان في كره محمد عبد المنعم، يعني محمد عبد المنعم امبارح الرياكشن بتاعه رد فعل على تصرف عمرو جمال، ما اداش انذار لعمرو جمال. حكم الفار نفسه ما قالوش تعالى بص على اللعبه، لان كان في ضرب بالكوع لعمرو السوليه قبل ما يبقى في احتكاك مع محمد عبد المنعم. لكن الانذارات امبارح كانت كتير قوي لعيبه الاهلي، مش عارف ليه انا كان احساسي واحساس ناس كتيره ان كان في حد لازم يطرد من الاهلي امبارح، مش عارف الاحساس ده كان عند الناس كلها. والمباراه انا بقول كانت سهله جدا للكابتن محمد معروف، الاهلي كسبان 3-0 في اول ربع ساعه. هو في اسهل من كده كحكم ان المباراه تبقى بالنسبه لك سهله؟ انتوا راجعين من كاس الامم وكلنا اشدنا بيكوا، وكنا نتمنى تكملوا في المراحل النهائيه على الاقل حتى مباراه الثالث والرابع، انكم بتمثلوا مصر في البطوله الافريقيه، حتى مع استئناف مباراه دوري ابطال افريقيا ما شفتش حكام مصريين كتير في المراحل السابقه، ما فيش غير مباراه واحده لمحمد عادل ومباراه ثانيه اعتقد لابراهيم نور الدين في الجوله الاولى، لان كانت الحكام لسه راجعه من الكاميرون. لكن فين باقي الحكام المصريين في منافسات دوري ابطال وكاس الكونفدراليه؟ مش موجودين. ماتش امبارح كان سهل، اتمنى الكابتن محمد معروف، ودي مش اول مره، دي المره الثالثه مع الاهلي تحديدا، مباراه المحله مش قادرين ننساها، مباراه امبارح محتاج يقعد مع نفسه، لجنه الحكام لو مش فاضيه تعمل ده تجيب خبير اجنبي يقعد يعمل ده، محتاجين في لجنه الحكام يكون في خبير نفسي، طبيب نفسي يشتغل مع الحكام، لان الجزء النفسي يا جماعه لا يقل اهميه عن الجانب الفني. وكل اللي احنا بنقوله ده مش بننتقد لمجرد الانتقاد، احنا يهمنا مصلحه التحكيم المصري عشان يفضل دايما رقم واحد وحقق العداله. انا لو خسرت 3-4 ومديني حقي مش هقدر اطلع اتكلم عليك كلمه واحده، لكن امبارح انا كسبان 4 وللاسف انذارات عديده لعيبه الاهلي ليس لها اي مبرر. طيب الجزء الثاني وهو جانب افريقي بقى، احنا خلاص النهارده هنقفل مباراه فاركو وصفحه الدوري العام، ومن بكره الفريق لما يستأنف تدريباته هيبدا يستعد للبطوله الافريقيه. يوم السبت القادم في مباراه مؤجله من الجوله الاولى ما بين الاهلي والمريخ السوداني، هتتلعب يوم السبت الساعه 9 مساء على استاد الاهلي والسلام. مين اللي هيدير هذه المباراه تحكيميا؟ الكاف اعلن ان خلاص هذه المباراه هيديرها طاقم تحكيم من انجولا، هم اللي هيكونوا مكلفين باداره هذه المباراه ما بين الاهلي والمريخ السوداني. حكم الساحه الانجولي هيلدر مارتينيز دي كارفيلو، ده حكم دولي وكان موجود في كاس الامم الافريقيه، هيكون حكم لهذه المباراه. مساعد اول جيرسون دو سانتوس، مساعد ثاني ميليدو مويس، والمراقب من الجزائر الكابتن عبد الله جوده، والمنسق الامني من سيراليون محمد فري، والمنسق العام فاكرين الحكم الجابوني الدولي اريك اوتوبو اعتزل التحكيم السنه اللي فاتت، وكانت اخر مباراه بيديرها اعتقد كلنا شفناها كانت في الكونغو الديمقراطيه، ودي كانت اخر مباراه بالنسبه للحكم الجابوني اريك اوتوجو، اللي هي المباراه اللي كانت ما بين الكونغو و يعني اعتقد كانت في تصفيات كاس العالم، بس مش متذكر المباراه كانت مين بالظبط، بس دي كانت اخر مباراه لايريك اوتوجو. اريك اوتوجو اعتزل وخد رخصه من الاتحاد الافريقي واصبح منسق عام لمباريات الانديه في مسابقات دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. اول تكليف رسمي لايريك اوتوجو هتكون مباراه الاهلي والمريخ يوم السبت القادم، وهيكون هو المنسق العام لهذه المباراه، والاجتماع الفني لهذه المباراه هيعقد في مقر النادي الاهلي بالجزيره يوم الجمعه الساعه 2 الظهر، عشان بقى
كافه الترتيبات الخاصه بموعد وصول الفريقين، الزي الرسمي لكل فريق، معرفه اخر الترتيبات الامنيه، امكانيه حضور الجمهور، كل ده بالتاكيد هنعرفه كمان خلال الساعات القليله القادمه. لكن كان مهم جدا نعلم من خلال شاشه قناه الاهلي مين حكام هذه المباراه. وانتم متعودين مننا دايما في الترند، اي خبر بيتعلق بمشاركه لمنتخب مصر او النادي الاهلي على المستوى القاري او الدولي بيبقى عندنا السابق، ودايما بنقول لكم كل الجديد هنا من برنامج الترند. كل التوفيق يا رب للاهلي، النهارده راحه، بكره مفيش وقت للرفاهيه، بكره الاستعداد للمريخ، معسكر، ثم اللقاء يوم السبت القادم، وكل التوفيق يا رب. 3 نقاط مهمه جدا عشان الاهلي يوصل ل4 نقط في المركز الثاني، على امل يا رب تحقيق نتيجه ايجابيه في جنوب افريقيا مع لقاء سان داونز، لان اخر مباراتين مع المريخ والهلال هنا في مصر ان شاء الله الجوله 5 والجوله 6. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا الجديد في باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنروح مع بعض ترند الاهلي، ان المحتوى على السوشيال ميديا كتير قوي بعد مباراه فاركو قبل لقاء المريخ السوداني. الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر بيتكلموا على نسر مباراه اليوم اللي هي مباراه الامس امام فاركو، كائد الاوركسترا خط الوسط عمرو السوليه بمستوى اكثر من رائع، استمر. قائد اوركسترا خط الوسط والمايسترو في خط الوسط عمرو السوليه عمل مباراه كبيره امبارح، مش الاداء بس، حتى توجيهاته في الملعب مع زمايله. كلنا امبارح شفنا صوت السوليه لما كان بيوجه بيرسيتا وحسين الشحات اكثر من لاعب، ده قائد، لاعب كبير في وسط الملعب، بيفكرني بصراحه بحسام غالي لما كان قائد في وسط الملعب في السنوات السابقه. لكن السوليه بيقدم موسم مميز جدا زي الموسم اللي فات، ويا رب يستمر على كده. نروح بقى لمايسترو اخر ولكنه ساحر، سبورت 360 مصريه اتكلمت على محمد مجدي قفشه. قفشه نجم مباراه فاركو والاهلي بناء على اختيارات الجمهور، صناعه، تسجيل، مهاره. امبارح سجل وصنع، وكمان مهارته كانت مميزه جدا، وسلام لما لاعب يلاقي ان تم اختياره من الجمهور، ده اجمل تقدير واجمل اختيار من الجمهور اللي بيقيم فيها اللاعب بعد مباراه الامس. طيب نروح لحساب يلا كوره، بيتكلموا على نتائج الاهلي هذا الموسم. حساب يلا كوره على تويتر نشروا اكبر نتائج الاهلي هذا الموسم، الفوز على الزمالك والاسماعيلي والهلال. بصوا يا جماعه نركز مع بعض كده، دوري ابطال افريقيا مع الحرس الوطني بطل النيجر 6-1، كاس عالم انديه مع الهلال السعودي 4-0. طيب نروح بقى لنتائج الموسم ده في الدوري المصري، 4-0 على الاسماعيلي، 5-3 على الزمالك، 4-1 على سموحه، 4-0 على المقصه، 4-1 على فاركو. يعني ده مش السنه دي كمان، ده كمان السنه اللي فاتت اول ما جه موسيماني، احنا دلوقتي بنتكلم ما يقرب من حوالي 12 مباراه قدر بيتس موسيماني يفوز على فرق ب4 اهداف، سمفونيه الرباعيات مع موسيماني خلال الفتره السابقه سواء محليا او حتى دوليا وقاريا. جول مصر بيتكلم بقى على حصيله الاهداف، النادي الاهلي سجل 27 هدف في 9 مباريات في بطوله الدوري، يعني المارد الأحمر تمكن من تسجيل 3 أهداف على الأقل في 6 مواجهات هذا الموسم، ده معدل تسجيل عالي جدا، وانت لسه بتبدأ موسم، 9 ماتشات ب27، يعني كل مباراة ب3 أهداف، يا رب نستمر على ده، ومحتاجين بس ولو 1 أو 2 منهم في دوري أبطال إفريقيا في الماتشين اللي جايين يا رب بإذن الله. طيب كورة بلس اهتم جدا بالترند اللي كان موجود على السوشيال ميديا امبارح، كواليس ما حدث مع حسام حسن عقب انتهاء مباراة فرقه. طيب المصادر لكرة براس قالت ايه؟ كبار الاهلي وجميع اللاعبين حرصوا على مساندة اللاعب داخل غرفة خلع الملابس في استاد الاسكندرية بعد انتهاء المباراة. الشناوي والسلية وعلي معلول تحدثوا مع حسام حسن قبل مغادرة الملعب، والكابتن سامي قمصان اتكلم معاه كمان في اوضه اللبس، وطالبوا بعدم التاثر بما حدث، واكد ان فرصته قادم. انا مش حابب اطول في القصه دي، لان زي ما بقول لكم لسه المشوار طويل يا حسام، والراجل لما بيديك الدفع حتى لو في دقيقتين اخر 5 دقائق عايز ينزلك في توقيت تكون المباراة خلصانة عشان ما يبقاش فيه ضغوط عليك وانت لسه بتبدأ مشوارك مع النادي الأهلي. ناخد الجزء الإيجابي منها، بلاش نصدر الجزء السلبي. طيب نروح لحساب اليوم السابع، وتصريحات مهمة جدا لدكتور سعد شلبي بيتكلم فيها على قرار الأمن لتحديد عدد الجماهير في مباراة المريخ يوم السبت اللي جاي. حساب الرسمي اليوم السابع نشر التصريحات، دكتور سعد قال فيها: نترقب قرار الأمن لتحديد عدد الجماهير في مباراة المريخ، إدارة النادي بتترقب الحصول على موافقة بالسماح بحضور الجماهير في ساعة محددة من الساعة الإجمالية للإستاد، لكن إن شاء الله هيكون في حضور جماهيري لحاجة الفريق في هذه المباراة، مباراة المريخ السوداني. دكتور سعد أكد أن المباراة هتتلعب على استاد الأهلي والسلام وليس استاد القاهرة،
باعتبار أن استاد الأهلي والسلام هو الملعب الرسمي لاستضافة مباريات الفريق الأحمر بموجب العقد الموقع مع شركة استادات. ده كلام مهم جدا من المدير التنفيذي للنادي الأهلي. طيب روح لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على إمكانية عودة أيمن أشرف خلال الفترة اللي جاية. أيمن أشرف هيشارك في تدريب الأهلي ابتداء من الغد قبل مواجهة المريخ. فكرة بقى إمكانية ضمه للقائمة والمعسكر ده هيتحدد بعد مران الغد. ولو تم انضمام أيمن أشرف فكرة مشاركته من عدمها هتبقى رؤية لبيتسو موسيماني، لكن أنا بأكد لكم أيمن أشرف حتى لو انضم للقائمة فكرة أنه يبدأ المباراة في التشكيل الأساسية غير واردة بنسبة كبيرة جدا، لأنه لسه راجع من إصابة وإصابة دمها تقيل شوية. رشح الركبة ده بياخد شوية وقت على ما اللعيب يبدأ يتعافى من هذه الإصابة والتأهيل خلال الساعات الأخيرة. ألف سلامة على أيمن وإن شاء الله يرجع أفضل مما كان في الفترة السابقة. طيب لعيب آخر برضو بنتمنى له العودة سريعا عمار حمدي. صفحة أو الحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيتكلموا إن عمار حمدي هيعود للقاهرة اليوم الأربعاء قادما من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليب. إن شاء الله تكون عملية موفقة وتكون نجحت، ويمكن في هذه الرحلة تعرض دكتور أحمد أبو عبلة لإصابة بفيروس كورونا، لكن خلال 72 ساعة القادمة مع إجراء المسحة الأخيرة هيكون نفذ البروتوكول وهيكون مرة حوالي 14 يوم، وإن شاء الله يعود للقاهرة ويلحق مع الفريق لمباراة جنوب إفريقيا مباراة سان داونز. ألف سلام على عمار، يرجع سالم غانم بإذن الله، ومع التأهيل إن شاء الله يرجع بسرعة خلال الفترة اللي جاية هو وأكرم توفيق وبدر بنون وأحمد نبيل كوكا. إن شاء الله نطمن على كل رجالتنا في الفترة اللي جاية. طيب نركز مع الخبر اللي جاي ده لأنه هيبقى ترند خلال الساعات اللي جاية، خاصة إن ابتدى الخبر ده ينتشر على بعض صفحات الكرة الإفريقية والصفحات المواقع الإفريقية. قبل ما أدخل الحلقة شفت تفاصيل من حساب كرة بلس بتتشير على بعض صفحات الصحف والمواقع الإفريقية بخصوص استمرار بيتسو موسيماني. طب تعالوا نتناول مع بعض اللي مكتوب حسب مصادر لكورا بلس. اشتراطات موسيماني تسببت في وقف المفاوضات. مصدر بالأهلي لكورا بلس: عدم تجديد عقد موسيماني ليس له علاقة بضغط المباريات، لكن الأمر متعلق بوجود اشتراطات من جانب المدرب لا تتماشى مع سياسة النادي الأهلي. طيب نقرأ بقى لتفاصيل خبر مع بعض عشان نشوف ايه هي الاشتراطات التي لا تتماشى مع سياسة النادي الأهلي. طيب بصوا يا جماعة، مكتوب كده: الأهلي قدم عرض إلى بيتسو موسيماني، الجميع تداولوا بشأن التجديد لموسمين مع وضع موسم ثالث إضافي يفعل بموافقة الطرفين، ولكن موسيماني من خلال الشركة المسؤولة عنه في ملف التعاقدات وضعت شروط تعجيزية تماما لا تتفق مع النظام المعمول به داخل الأهلي على مدار تاريخه في صعيد كرة القدم. وواصل: ملف تجديد موسيماني مغلق في الوقت الحالي لحين إشعار آخر، والأمر لن يحسم سوى بما يتناسب مع سياسة الأهلي في هذا الأمر المعروف دائما في ملف التعاقدات سواء مع اللاعبين أو المدربين. الأمر لا يتعلق بالشروط المالية أو الجزائية، ولكنه مرتبط بأمور أخرى ترتبط في المقام الأول باستراتيجية إدارة قطاع الكرة لهذا الملف، وفي ظل سعيها للبحث عن المقام في المقام الأول والأخير عن مصلحة النادي ودعم فريق الكرة بالشكل الذي يدفعه للحفاظ على مشواره في السيطرة على البطولات المحلية والقارية لسنوات قادمة. هنا الخبر انتهى. حد فهم سطر من اللي أنا قلته في معنى إن هذا الأمر مغلق بسبب إن في أمور لا تتماشى مع سياسة النادي الأهلي؟ أنا ما قريتش، ما شفتش. يعني المصدر هنا على عودة الكورة بلس بيتكلموا إن في مصدر قال لهم إن في أمر لا يتماشى مع سياسة النادي الأهلي. طب إيه هو الأمر حتى عشان نحكم على مدى مصداقية المعلومة صحتها من عدمها؟ مفيش، كله كلام مرسل، كلام في العموم، والفكرة إن المفاوضات متوقفة لأن في شروط معينة لا تتوافق مع سياسة الأهلي. طب إيه هي الشروط؟ مفيش. يعني صلب الموضوع نفسه أو المعلومة نفسها مش موجودة في متن الخبر، يبقى الخبر هنا بالنسبة لي لا شيء، مفيش فيه أي تفاصيل، مفيش فيه أي معلومة عشان أقول إذا كانت المعلومة صح أو المعلومة غلط. وفي النهاية بصوا يا جماعة عشان إيه نقفل الملف ده، طالما الأهلي ما أعلنش أي تفاصيل سواء بالإيجاب أو بالسلب يبقى كل اللي بيتكتب ده عبارة عن اجتهادات صحفية ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة. مش هدي القرار او مش هدي يعني التقييم طالما النادي الاهلي ما اعلنش الموقف الرسمي، وبالتالي نحن نتعامل مع الموقف الرسمي للنادي الاهلي. بيتسو موسيماني مكمل مع الاهلي حتى نهايه الموسم وفي رغبه من الطرفين للتجديد، ولكن الفتره الحاليه زي ما انتم شايفين كل 72 ساعه مباراه. في التوقيت المناسب الاهلي هيعلن كل التفاصيل والموقف الرسمي بالتجديد ان شاء الله، وبالتاكيد يعني كلنا عارفين الراجل محقق كل الانجازات دي. هل من المعقول ان ممكن حد يقول لا مش هتكمل او الفتره الجايه ممكن القرار يبقى ايه؟ اكيد غير منطقي، لكن بالنسبه لي الخبر
عنوانه وتفاصيله ما فيهاش أي معلومة أو سطر بيتعلق بالسطر اللي مكتوب فيه إنه لا يتماشى مع سياسة النادي الأهلي، وإن الراجل طالب شروط لا توافق أو لا تتوافق مع استراتيجية النادي الأهلي للتجديد مع المدير الفني. عموما هو خبر خلال الساعات القادمة وعلى مساء اليوم هتشوفوه متداول في العديد من الصحف الإفريقية، لأن النهاردة شفته متداول قبل بداية الحلقة. لكن حبيت أن أنا أوضح الجزئية دي لكل السادة المشاهدين عشان تبقى عارفة أن الخبر بتفاصيله ما فيهوش أي معلومة من العنوان اللي مكتوب على حساب كورة بلس. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا تفاصيل في باقي فقرات برنامج الترند. طيب، كنا بنتكلم في الفقرة السابقة على مسألة التجديد لموسيماني، وابتدى حساب كورة بلس ينفرد ببعض التفاصيل حسب ما ذكروا على عهدتهم مصدر بالأهلي. وزي ما قريت الخبر والتفاصيل، عنوان الموضوع نفسه ما فيهوش أي معلومة جديدة، ولكن هم عايزين يوصلوا لمرحلة أن يقولوا أن الاتفاق ما تمش بسبب عدم الاتفاق على بعض الأمور، وأن في شروط اللي هي مش معروفة لغاية دلوقتي، مش متوافقة مع هذا التجديد. لكن منذ يمكن لحظات قليلة وأنا معاكم على الهواء، والزملاء في الإعداد لسه بعتلي دلوقتي كمان صفحة في الجول بترد على هذا الكلام الموجود في حساب كورة بلس. واحنا من خلال برنامج سوشيال ميديا، برنامج الترند، مهتم جدا بالحاجات اللي بتتكتب على السوشيال ميديا اللي ممكن تبقى ترند على مساء هذا اليوم. وطبعا بما ان الكلام على بيتسو موسيماني، فبالتاكيد هيكون الخبر متداول بنسبه كبيره ما بين كل المهتمين باخبار النادي الاهلي. اول حاجه معايا حساب في الجول، مصدر مقرب من موسيماني: كيف يضع موسيماني والشركه الممثله له شروطا تعجيزية بعد البيان الذي أصدرته الشركة حول علاقة موسيماني مع الأهلي، والذي ندد من الانزعاج من انتشار الشائعات حول وجود خلافات بين الجانبين. شوف، أنا لسه مخلصتش الحلقة، قلت لكم النهاردة هيبقى فيه ردود فعل على الخبر اللي مكتوب فيه حساب كورة بلس، خاصة أنه مش كاتب تفاصيل، هو كاتب أن فيه شروط تعجيزية ولا تتوافق مع سياسة واستراتيجية قطاع الكرة في الأهلي. إيه هي الشروط؟ مش مكتوب. فجي الرد من خلال حساب في الجول من مصادر مقربة من موسيماني. برضو المصدر المقرب من موسيماني بيقول، يكشف في الجول: من الممكن أن يكون هناك جلسة في جنوب إفريقيا لحسم كل الأمور عندما يسافر الأهلي لمواجهة سان داونز إذا طلب الأهلي ذلك. طيب، لدينا بالفعل نسخة من العقود لمراجعتها، وموسيماني والشركة الممثلة له مرحبان وموافقان على العرض المقدم من الأهلي. طيب، إذن ده مصدر هنا وده مصدر هنا، واحنا هنا ما بان قناه النادي او القناه الرسميه بنقول لكم كل هذا الكلام غير صحيح. النادي الاهلي طالما لم يعلن اي بيان رسمي واي موقف رسمي خلال هذه الفتره، اذا الجهاز الفني مركز في شغله، واذا قطاع الكوره ولجنه التخطيط مستنيه التوقيت المناسب للتوقيع والاتفاق على المرحله القادمه. الامور ليست فيها اي مشكله، الجهاز الفني مركز في المرحله الحاليه، وبالتأكيد مصلحة الأهلي أولا قبل كل شيء، وبالطبع مصلحة الأهلي هو التركيز حاليا في مباريات الدوري والبطولة الإفريقية. قلت لكم النهاردة هتبقى في بلبلة على السوشيال ميديا من أول اللي كتب، وادي ردود الأفعال ابتدت تظهر من خلال المواقع. وإحنا عندنا مباراة أهم كتير جدا من كل التفاصيل دي، اللي بالمناسبة ما فيهاش معلومة لا تفيد القارئ ولا تفيد المشاهد، كله كلام للاستهلاك المحلي عشان ركوب الترند. طيب، دوري ابطال افريقيا دخل في المراحل الحاسمه، وكلنا شفنا ان في تفاصيل جديده في المسابقه السنه دي، حضور الجمهور والاعداد، الحضور الجماهيري ما بقتش اعدادات صغيره، لا بنوصل ل 50,000 و60,000 تحديدا في الملاعب العربيه، وده كان في المغرب في مرحله الجوله السابقه، الرجاء وحريه كوناكري، الوداد والزمالك، الاهلي حضر حوالي 10,000 في ماتش السان داونز، ماتش المريخ اللي جاي ممكن يكون فيه حضور جماهيري، في كلام عن دوري السوبر الافريقي، في تفاصيل كتير جدا في هذا الشان. لذلك أذهب مباشرة إلى المغرب مع الزميل العزيز والناقد الرياضي المغربي الأستاذ جمال سطيف. أستاذ جمال، برحب بك على شاشة قناة الأهلي. شكرا لك زميلي وأخي محمد سعيد، تحية لك وتحية للمشاهدي الكرام. طيب، إطلالة كده على مباريات دوري أبطال إفريقيا والنتائج والحضور الجماهيري واشتراطات الكاف بعودة الجمهور، وبنبارك لكم على عودة الروح للملاعب المغربية من جديد بعد عودة الجمهور سواء الودادي أو حتى الرجاوي. بكل تأكيد ما يميز مباريات دوري أبطال إفريقيا خصوصا في الملاعب المغربية هو عودة الجمهور، عودته بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب المغربية. يعني بكل تأكيد تابعتكم يعني مباراة الرجاء وحوري كوناكري بحضور جماهيري، ثم يعني الحضور كان كبير في مباراة
الوداد والزمالك في البطولة الوطنية، أيضا في الدوري المغربي عودة الجمهور، هذا أعطى روح جديدة للتنافس، أعطى تشويق، أعطى إثارة، وأعطى أيضا دفع إيجابي للاعبين وللمدربين، وجعل للمباريات طعم ونكهة أخرى. أكيد. طيب، عودة الجمهور في المغرب كانت مفاجأة بالنسبة لنا بالساعة الكاملة في كل المباريات، هل كانت مفاجأة بالنسبة للإعلام المغربي؟ وفي نفس الوقت شايف برضو الحضور الجماهيري مدى تأثيره على النتائج في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية؟ الحضور الجماهيري كان له تأثير كبير جدا على النتائج، خصوصا بالنسبة لجميع الأندية التي استقبلت بحضور جمهور في الدوري المغربي، فازت باستثناء مباراة واحدة فقط أولمبيك خليفة الذي تعادل في ملعبه، ولكن بقية المباريات جميع الأندية التي استقبلت بحضور جمهور يعني فازت وحسمت المباريات لصالحها. على المستوى الإفريقي أيضا الوداد حسم مباراته مع الزمالك، الرجاء حسم مباراته مع حورية كوناكري الغيني، ونهضة بركان أيضا استفاد من سلاح الجمهور وفاز على سيمبا التنزاني بهدفين للصفر. الجمهور صراحة غير شكل الأندية المغربية، غير شكل الأداء، وضخ روحا جديدة يعني في اللاعبين، دفعتهم يعني لتحقيق ما كان مرجوا منهم في هذه المرحلة. أبرز مفاجآت نتائج الجولة الأولى والثانية والثالثة خلال الفترة السابقة يا أستاذ جمال؟ المفاجأة الكبرى خسارة الأهلي بكل تأكيد، يعني خسارة الأهلي مع أحد كان يتوقع أن الأهلي يمكن أن يسقط بملعبه أمام صن داونز، وكان يمكن أن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة، وبالتالي هذه واحدة يعني من أكبر المفاجآت، سقوط يعني خسارة الأهلي. أيضا وضعية الزمالك المصري، لا أقول خسارة الزمالك مفاجأة مع الوداد، ليست يعني مفاجأة بالنظر إلى قوة أيضا فريق الوداد والحضور الجماهيري، وأيضا حتى تذبذب مستوى الزمالك، بالتالي فخسارة بالنسبة لي كانت يعني مفاجأة من عيار ثقيل جدا. طيب، دوري السوبر الإفريقي هل له تأثير على أندية شمال إفريقيا في الفترة القادمة؟ متى يتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة القادمة؟ الفكرة في حد ذاتها شايفها إزاي كمان يا أستاذ جمال؟ الفكرة يعني، والغريب في الأمر أن الفكرة رفضت على مستوى الأوروب، يعني الأندية الأوروبية تكتلت من أجل رفض السوبر الإفريقي. إنفانتينو أيضا كان له موقف أيضا من أجل يعني السوبر الأوروبي نفسه. الو، استاذ جمال. طيب، هنحاول الاتصال بيه مره ثانيه. يمكن كنت بتكلم مع جمال الصيفي على نتائج دوري ابطال افريقيا، طبعا بالنسبه للاعلام المغربي هي اكبر المفاجات، ومحدش كان يتوقع طبعا نتيجه مباراه الاهلي وصن داونز. بالمناسبه هذه المباراه كانت بصافره مغربيه للحكم الدولي رضوان جيد، وطبعا كان في بعض القرارات التحكيميه سواء هنا او هنا، لكن عموما الاهلي قفل صفحه مباراه صن داونز وبيستعد بالتاكيد لمباراه المريخ السوداني. طاقم تحكيم انجولي لمباراه المريخ السوداني، كمان مباراه الاهلي وصن داونز كمان هتكون يوم السبت 12 مارس. عاد الينا من جديد الزميل العزيز جمال الصيفي، اتفضل يا جمال. قلت انه انفانتينو الذي خرج ليرفض بعد ان انكشف امره يعني على مستوى السوبر الاوروبي ويعمم بلاغ الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا رافضا للسوبر الاوروبي، هو نفسه الذي اطلق يريد ان يطلق مسابقه السوبر الافريقي دون مراعاه لمصالح الانديه، حتى لو تم يعني تحويل يعني ارقى مسابقه قاريه بالنسبه للانديه الافريقيه الى دوري تجاري محض. سيكون مرهق ان تم يعني اتفاق على صيغته الحاليه، مرهق جدا لانديه شمال افريقيا لانها ستصطدم يعني فيما بينها، علما انني شخصيا انا ضد هذه الفكره لانها لا تراعي الانديه التي تتوج في بلدانها. من غير المعقول انك تضمن مشاركه في السوبر الافريقي دون ان تفوز بدوري بلدك، هذا يضرب ايضا الدوريات المحليه في الصميم او يحولها الى ملحقه للسوبر الافريقي والى دوريات بدون. طيب جمال، هل في تعليق او راي قاطع وواضح من اداره الرجاء او اداره الوداد على فكره السوبر او دوري السوبر الافريقي؟ صراحه يعني لم يدلي اي يعني مسؤول لا بالنسبه للانديه بموقفهم بخصوص السوبر الافريقي، ولكن في الكواليس انت تعرف يعني الصوره لم تتضح، الاتحادات هي المعنيه بالدرجه الاولى وليس الانديه، اذ كان هناك رفض، اذ كان هناك امور يعني يجب دعوه الكاف لتغييرها، فالاتحادات
اتحادات البلدان هي التي يجب ان يكون لها موقف من هذا. مهزله، انا شخصيا اعتبرها مهزله. صحيح الحديث عن الحوافز الماليه وما الى ذلك، ولكن ان تفرغ الدوريات المحليه من قيمتها هذا غير معقول. ماذا مثلا فريق مثلا يتوج بالدوري المصري من خارج دائرة الأهلي والزمالك وأن يحرم مثلا من المشاركة، أو في المغرب مثلا أن يتوج نادي آخر خارج دائرة الوداد والرجاء ويجد نفسه ممنوعا، يعني أن لا يمثل بلده في أرقى مسابقة قارية. هذا عبث ومهزلة حقيقية لن تخدم يعني الدوريات المحلية. يمكن أن تخدم إلى حد ما إنفانتينو، يمكن أن تخدم موتسيبي في شكل من الأشكال، ولكن لن تخدم كرة القدم بأي شكل من الأشكال. تمام. الزميل العزيز الناقد الرياضي المغربي جمال سطيفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات بخصوص نتائج دوري ابطال افريقيا، عوده الجماهير، وكمان اطلاله على دوري السوبر الافريقي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض واخر فقره معانا في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الترند العالمي. الترند العالمي النهارده معايا في خبر مميز ومهم جدا متعلق بنجمنا محمد صلاح. الحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر بيتكلموا ان المدرب الالماني يورجن كلوب ابلغ ليفربول بالتجديد لصلاح باي طريقه منعا لحدوث كارثه. يورجن كلوب بيتكلم على طبعا كارثه فنيه هتبقى بالنسبه له لو محمد صلاح ما استمرش مع ليفربول وانتقل لاي نادي اخر ايا كانت التضحيات الماديه او حتى عمر اللاعب، لكن صلاح لازم يتم تقديره بشكل جيد جدا لانه اصبح من اهم ثلاث لاعبين في العالم، وده ما كانش موجود في ليفربول على الاقل لاخر حوالي 7-8 سنين في السنوات الاخيره. نتمنى يا رب كل التوفيق لصلاح وياخد القرار المميز بالنسبه له انه في النهايه بيمثل مصر في الدوريات الاوروبيه وتحديدا في الملاعب الانجليزيه. طيب تعليق الناس على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، رايكم في اداء الاهلي في مباراه فاركو. فتحي زيدان بيقول رساله قويه لكل من سيقابل الاهلي، وتنوع في التكتيك واللاعبين، روح الاهلي خلصت المباراه من الشوط الاول وده معناه تقدير الخصم وان المباراه صعبه وكل لاعب اعطى في البدايه 100%. الشوط الثاني كان تحصيل حاصل، محاولات هنا وهنا لكن مش بروعه اول ربع ساعه من بدايه المباراه. طيب نشوف راي ثاني، الاستاذ سعيد صالح بيقول اداء ممتاز من كل اللعيبه وخاصه افشه وعبد القادر، اتمنى موسيماني يستقر على التشكيل الاساسي ويكمل بطريقه 4-2-3-1 لان بتدينا افضليه في الهجوم اكتر، خلق فرص اكبر. اللي تكسب بيه العب بيه، 4-4-2 4-2-3-1، المهم نكسب. احمد امين بيقول من وجهه نظري من احسن المباريات هذا الموسم، اتمنى هذا الاداء في لقاء المريخ السوداني والاستقرار على طريقه اللعب 4-2-3-1. يا جماعه احنا كسبنا برضو 3-4-3. يلا المهاجم عبده سمير زهران بيقول الاهلي كان جيد جدا وخاصه الشوط الاول، ويا ريت يكون في فرصه لحسام حسن اكتر من كده، اهلاوي وافتخر ان شاء الله هياخد مساحه وقت الفتره الجايه، كل لعيبه عندنا سواسيه وكلهم لعيبه مهمه. محمد حماده بيقول اداء رائع وقوي جدا واتمنى الاستمراريه على هذا الاداء الممتع. طيب كل الاراء ايجابيه واتمنى الاراء الايجابيه تفضل على طول مع فرقه الاهلي ايا كانت النتائج طالما الفريق بيأدي وبيعمل كل ما لديه في المباريات. الى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج ترند، بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقة أخرى في الأسبوع القادم من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.